جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في حديث رواه أبو داود؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه يحركها يدعو بها ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك السبابة من بداية التشهد، أو كيف توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا. الأدلة في هذا مختلفة، و العلماء أيضا مختلفون في هذه المسألة، وهي مسألة رفع الأصبع السبابة في التشهد وتحريكها، وإن كان جمهورهم وأكثرهم متفقين على رفع الأصبع في التشهد، ولم يخالف في هذا إلا عدد قليل من أهل العلم، فرفعها سنة وهو إشارة إلى التوحيد. وأما التحريك فمن العلماء من يرى أنه يحركها في كل الجلوس، ومنهم من يرى أنه لا يحركها وإنما يرفعها بدون تحريك، ومنهم من يرى أنه يحركها عند مرور لفظ الجلالة في تشهده وفي دعائه، وهذا أعدل الأقوال إن شاء الله، أنه يشير بالسبابة ويرفعها ولكن لا يحركها إلا عند مرور لفظ الجلالة في تشهده أو في دعائه إشارة إلى التوحيد.